Good morning, Primary 2. How are you today? We will start lesson 4, chapter 1, term 1. Now open your book, page 94. The title of this page say, Is our sun like a star? Is our sun like a star? يا ترى الشمس بتاعتنا تشبه النجم أو شمسنا تعتبر نجم؟ Read the first question. هنقرأ السؤال الأول. Put your answer for our sun in the second column and for the stars in the third column. وفي التابل اللي قدامنا هنشوف الـ questions اللي هو عطيها لنا، والإجابة اللي تخص our sun هنحطها في العمود الثاني، والإجابة اللي تخص الـ stars هنحطها في العمود الثالث. تعالوا مع بعض نشوف the first questions معانا. The first question: three things needed for a shadow. Three things needed for a shadow. تلات حاجات بحتاجهم عشان أقدر أكون shadow. Shadow يا ولاد اللي هو الظل، تمام؟ اسمعني يا ولاد في الفيديو ان الشادو بيتكون نتيجة ان ايه؟ برافو عليكو. اللايت cannot pass the object، ان اللايت مش بيقدر يعدي من الاوبجكت، تمام؟ فبيتكون لي الشادو بقى اللي هو اللي قدامنا ده. طيب تعالوا نشوف what we need for a shadow. احنا محتاجين ايه عشان نقدر نكون شادو؟ محتاجين 3 things. Okay. اولا محتاجين light source. light source اللي هو هنا مثلا الصن، يبقى مصدر ضوء، واللي هو عندنا في البيكتشر الموجودة قدامنا هو الصن. طيب محتاجين ايه كمان؟ محتاجين an object. an object اللي هو الرولر دي، او احنا هنا يعني نقول اي، او الجزء اللي هو العمود الموجود قدامنا ده. طيب محتاجين the last thing معانا هو surface. surface يا ولاد اللي هو السطح اللي هيتكون عليه الشادو بتاعنا، اللي هو اهو قدامنا الجزء الجراي ده اللي متكون عليه الشادو. طيب يبقى احنا محتاجين 3 things. تعالوا بسرعة نكتبهم في الquestion بتاعنا. يبقى 3 things needed for a shadow. هنكتب light source, an object, a surface. a surface. اوكي، بقى محتاجين مصدر للضوء، محتاجين جسم او الشيء اللي احنا هنعمل ليه الشادو بتاعه، ومحتاجين السطح اللي هيتكون عليه الايه الشادو ده. طيب بعد كده عطينا تيبل يا ولاد فيه 3 questions. اوكي، والاجابة بتاعتنا هتكون عن يا اما تخص الـ our sun او الـ star. لو الإجابة تخص الـ our sun هنحطها in the second column في العمود الثاني، لو تخص الـ star هنحطها in the third column. طيب تعالوا نشوف معنا the first question. بيقول لنا Can our sun cast a shadow؟ يا ترى الشمس بتاعتنا تقدر تكون عنها ظل؟ إيه رأيكم؟ أو ينتج عنها ظل؟ انا شايفة انه يس، اكيد احنا بالنهار لما بنيجي نخرج بنلاقي نفسنا لينا ظل بتاعنا موجود، يا اما ورانا يا اما قدامنا على حسب الصن جاي علينا ازاي. المهم بس بيبقى لينا شادو. طيب لو بصينا مثلا على التريل موجودة في الشارع بالنهار بنلاقي فعلا ان ليها شادو. لكن تعالوا كده نفكر بالليل مثلا، كان ستار cast a shadow. يا ترى الستار بيقدر ينتج عنها شادو؟ I think انه no. لا الستار مش هيقدر ينتج عنها شادو، لان اللايت بتاعها ما بيكونش قوي جدا لدرجة انه ينتج عنه شادو. طيب the second question: can I read a book by its light? can I read a book by our sunlight? ايه رأيكو؟ انا شايفة انه يس، لان احنا مثلا ممكن في بعض الاحيان نبقى مثلا في المدرسة ومش مولعين النور بتاع الكلاس، ولكننا شايفين بعض والمس بتدخل وبنقدر نكتب في النوت بوك بتاعنا وكل حاجة من غير ما نبقى حاسين ان احنا ان احنا مش مولعين مثلا اي لمبة او اي حاجة في الكلاس، لان الصن بتبقى عطيانا لايت قوي جدا. طيب لكن تعالوا نشوف بالليل، يا ترى can I read book by
ستار لايت على ضوء النجوم اللي بيبقى في السماء هقدر اقرا كتاب؟ I think انه نو، لان طبعا زي ما احنا عارفين يا ولاد ان الستار ماشي بتبقى بتنور في السماء حاجات صغيرة، لكن مش لدرجة ان انا اقدر ان هي تنور لي واقدر اقرا عليها بوك على الضوء بتاعها. طيب the last question، can I feel our sun warms؟ يا ترى can I feel it's our sun warms، يعني انا بقدر احس بالحرارة بتاع الصن؟ برافو، اكيد يس، لان احنا حتى بالنهار لما بنكون واقفين في الصن حتى لو في الشتاء بنبقى عادي دافيانين والجو كويس، لكن يا ترى الستار بتقدر تدينا الورمز دي؟ يبقى هقول can I feel a star warmth؟ I think انه هيبقى نو، لان الستار ماشي بتدي لايت وبتدي حرارة، لكن مش بتبقى بالدرجة القوية قوي زي الصن. تمام، فمن خلال اللي احنا شفناه في التيبل ده ان انتوا هتقولوا ايه ده، لا ما اعتقدش ان الصن ممكن تكون ستار، لكن يا ولاد المفاجأة ان الصن هي فعلا ستار. تمام، ولكنها عشان هي قريبة مننا جدا 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 فهي بتنور لنا، بنقدر نشوف النور بتاعها كويس قوي وبتدينا كمان حرارة كويسة، لكن الستار الباقية بتكون بعيدة قوي، فعشان كده تأثيرها علينا ما بيكونش زي الصن. يبقى تاني بقى يا ولاد، لما اجي اقولك بالرغم ان الصن هي ستار ولكنها بتكون بنشوف اللايت بتاعها بشكل واضح وكمان بنحس بالحرارة بتاعتها، تمام، بالرغم ان هي زيها زي باقي النجوم التانية، برافو عليكم. السبب هنقول because the sun is closer to us than other stars، لان هي بتكون اقرب جدا لينا عن باقي مين؟ الستارز، الباقي الستارز التانية لا ابعد مننا شوية.